احمر اكيد ده موجود في السنتر اوف ذا فيلد، فهيتهيأ له الاوبجكت المدور الاحمر هنا. مساله اوبجكت يركب على اوبجكت تاني دي اسمها كونفيوجن. مساله ان الاوبجكت هيتشاف اتنين اسمها ديبلوك. الحاجتين دول هما تو اليمنتس اوف دبل فيجن. عارفين الكاميرات زمان، الكاميرات زمان كان بيتعمل على فيلم نيجاتيف كده، لو جبت نيجاتيف ونيجاتيف زي بعض ايدنتيكال بالظبط، حطيتهم على بعض كده وبصيت عليهم على النور كده من خلافهم هلاقي صور الحاجات. حرك بقى واحد منه شويه كل اوبجكت هتشوفه اتنين، وكل اوبجكت راكب عليه اوبجكت تاني جنبه، مش كده؟ ده اللي بيحصل بالظبط. لو العين اليمين دخلت لجوه كده هيحصل كده، كل اوبجكت هيبقى اتنين وكل اوبجكت هيركب عليه اوبجكت تاني جنبه ما كانش ناوي انا ابص له. حكايه الاوبجكت اتشاف اتنين اسمها ديبلوك، حكايه الاوبجكت اتشاف راكب عليه حاجه تانيه اسمها ايه؟ كونفيوجن. ها؟ هاكل الكيف في نفس الوقت؟ هيهرب بقى من الموقف ده بشويه حيل. خليك معايا. خلي بالك ان الديبلوبيا نوع هيختلف على حسب العين دخلت لجوه ولا طلعت لبره. يعني انا وعينيا الاثنين عاملين كده، والفوبيا هنا والفوبيا هنا، وانا باصص على الدكتور اللي ورا خالص ده، صورته نازله هنا على الفوبيا وصورته نازله هنا على الفوبيا نورمال. لو عين اليمين دي دخلت لجوه كده صورته هتنزل على نيزل ريتنا، فهيبقى بروجكتد از اف كامينج فروم ذا تمبورال فيت، فهيبان هنا. فالعينتين هيشوفوا الدكتور لابس ازرق ده مرتين، مره هنا ومره هنا. الشخص ده بتاع العين دي، والصوره اللي هنا بتاعت العين دي، كده هقول عليها دي ان كروس دي بلوك، لان الصوره اللي على الشمال بتاعت العين الشمال والصوره اللي على اليمين بتاعت العين اليمين. خلاص، لو العين اليمين دي بدل ما تدخل لجوه كده طلعت لبره هيحصل ايه؟ صورته هتنزل على تمبورال ريتنا، مش عارف هو اصلا لو العين دي عدله كده هتنزل على فوق، لو العين دي لفت لبره كده هتنزل على تمبورال بوينت، فهتبقى بروجكتد از اف كامينج فروم ذا نيزل فيلد، فهيبان هنا. فانا برضو كولكتيف بيه على بعض هشوف الدكتور ده فين، بس هقول لك الصوره دي بتاعت العين دي والصوره دي بتاعت العين دي، يبقى في كروس ميتروبيا. ليها اسم اخر هومونيمس ميتروبيا، يعني ان كروس، يعني الصوره اللي على اليمين بتاعت العين دي، الصوره اللي على الشمال بتاعت العين الشمال. الثانيه اللي هي كروس ميتروبيا او هيترونيمس، هيترو يعني نوت ذا سيم، يعني ديفرنت، يعني الصوره اللي على اليمين مش بتاعت العين العاديه، بتاعت العين الشمال، والصوره اللي على الشمال بتاعت العين فاسمها كروس ميتروبيا. عشان تفتكر اقول لكم معلومه ظريفه جدا، في كل التست اوف سويت لما العين تتحرك في اتجاه معين صورتها بتتحرك عكس الاتجاه. يعني انا عيني اليمين دي بص على الدكتور ده وهي نازله على الفوبيا في مكانها، لو العين دي دخلت لجوه كده صورته تطلع لبره، تبقى في منه نسخه هنا. لو العين دي طلعت لفوق كده يبقى الصوره بتاعته تحت عكس حركه العين. هنشوف الحكايه دي كذا مره فهتفتكروها كويس. يبقى دي اول ايتم هيحصل هو الديبلوك. طبعا الديبلوك ده شعور مزعج جدا، فعشان كده العيان هيهرب منه. هيهرب منه لو كان طفل قبل سن 6 سنين وات وي كول سنسوري كومبنساتوري ميكانيزمز، لو كان كبير هيهرب منه وات وي كول موتور كومبنساتوري ميكانيزمز. يعني ايه سنسوري كومبنساتوري ميكانيزم؟ اول حاجه هتحصل ان العين اليمين دي لما لفت لجوه كده عمال يدي دبل فيجن، فالبرين يقوم قايل لا، الامبلس اللي جاي من العين دي لا يسمح له بالدخول، ما يدخلش في البرين. الحكايه دي اسمها سبريشن. خلي بالكم السبريشن ده از باي نوكيولار فينومينا، يعني لا يوجد الا والعينتين مفتحين. بمعنى ان انا لو خبيت العين دي كده يختفي السبريشن على طول، والا العيان مش هيشوف حاجه. يعني انا لو حرمته من الاونلي انبوت هنا يرجع يشتغل تاني، يختفي السبريشن. فاذا السبريشن ده لا يوجد الا وانا مفتح عينين، لو عين واحده there is no suppression. خلاص، نمره اثنين، من كتر بقى السبريشن ده انا طبعا لما بعمل سبريشن مؤقتا لو خبيت العين دي والعين دي معدوله والسبريشن يختفي، فالعين دي بتستخدم طبيعي جدا. لو في وقت من الاوقات اكتشفت ان الفيجوال اكيوتي بتاعت العين دي قلت يبقى حصل مشكله ثانيه. يمكن اقول لك ايه، لا ده جايز العين ده مش لابس نظاره، لبسه النظاره كده هيشوف كويس، هلبسه النظاره برضه 6 على 60،
اقول يمكن عنده اورجانيك ليجن، بص على عينه ما فيهاش كاتراك، الريتنا كويسه، الاوبتيك نيرف كويس، يبقى ده اذا ديمينيوشن اوف ذا بيست كوركتد فيجوال اكيوتي ويزاوت ان اورجانيك ليجن. ده هو الديفينيشن اوف امبليوبيا. امبليوبيا يعني كسر في العين، يعني على الرغم من ان الايرور متصلح تماما ومفيش اي اورجانيك ليجن، لكن البرين نسى العين. يبقى ده الفرق بين الامبليوبيا والسبريشن. السبريشن ممكن العين لو خبيت العين الثانيه تشوف 6 على 6، انما الامبليوبيا لا، مش هتشوف 6 على 6. ده الفرق بين السبريشن والامبليوبيا. الميكانيزم التالت طبعا في اسباب اخرى للامبليوبيا هنتكلم عنها بعدين. الحاجه الثالثه اللي ممكن تحصل حاجه اسمها ARC. خليكم معايا لحظه. الحلين الاولانيين بتوع السبريشن والامبليوبيا ترتب عليهم ان العين دي لم تستخدم خالص. فالانومالس ريتنال كورسبوندنس ده هيمكن العينتين ان هما يشتغلوا، والعين الديفيت دي هتشتغل. هو البرين ايه مشكلته مع العين دي؟ لا، لما بتحول كده الصوره بتنزل على نيزل بوينت، وهو عارف انها نيزل بوينت، فهو هيقنع نفسه مؤقتا انها مش نيزل بوينت، انها كورسبوندنج للفوبيا. فبالتالي هيدمج الصوتين في بعض، يعني مش هيرد على العين يمين يقول لها انت دي نيزل بوينت اذا تمبورال فيت، لا، هيقول لها انا عارف انك نيزل بوينت، بس انا هعتبرك مؤقتا زميله الفوبيا بتاعت العين الثانيه، which is a bizarre and abnormal type of correspondence، وعشان كده بنسميه anomalous retinal correspondence او ARC. anomalous يعني abnormal. برضه خلي بالكم ان ده is a binocular phenomenon، يعني لو خبيت العين الشمال يختفي الاي ار سي على طول، يرجع كما كان. لو فضل بقى بعد ما خبيت العين الشمال اسمها eccentric fixation. يعني لو انا باصص لاوبجكت كده، عيني دي باصه عدل وعيني دي داخله لجوه كده، ورحت مخبي عيني دي تحت العين دي معدوله، يبقى ده ممكن يكون اي ار سي، لان الاي ار سي اختفى اول ما خبيت العين دي. لكن لو في اكسنتريك فيكسيشن، لو خبيت العين دي هيفضل العيان باصص كده، اقول له بص يا عم على ده، يقول لك ما انا باصص له، تجيب الاوبجكت كده هو يجي كده، تجيب الاوبجكت كده هو يجي كده، اذا هو متابعه بس بنقطه مش الكوره. ده الفرق بين اكسنتريك فيكسيشن وبين الاي ار سي. وكمان الاكسنتريك فيكسيشن بمعاه فيجوال اكيوتي فيري ديمينيش، يعني هاد موفمنت متر بكتير. واحد كبير بقى في السن، معلش خلص الحته دي وبعدين عايز يسالني يسالني معلش. واحد كبير بقى عنده سكوينت، يجي يقول نعمل سبريشن للعين دي؟ لا، البايلوكولر سيستم ماتشور انف انه ما يضحكش عليه. يقول له طب امبليوبيا؟ لا. طب اعمل اي ار سي نقنع نفسنا كده ان الان دي زميله الفوبيا؟ لا، ده سوليد ماتشور سيستم لا يضحك عليه. يقوم يعمل ايه بقى عشان يتغلب على الديبلوبيا؟ يعمل حركات بوشه تجنبه الديبلوبيا. يعني في المثل اللي انا قلت لكم عليه من شويه بتاع الرايت لاتر ريكتس باراليسيس ده. وده بيحصل طبعا في واحد كبير في السن، حادثه موتوسيكل بس. فجاله لاتر ريكتس باراليسيس. وهو باصص قدامه كده وعينه دي داخل جوه 15 درجه، عنده ديبلوبيا بسيطه. لو بص يمين ديبلوبيا مهوله. لو بص شمال مفيش ديبلوبيا خالص. يعني انا هبص لكم كده هتشوفوا عليا الاثنين بارلل عادي جدا. وانا مش هشوفكم دبل. فعشان امشي في الشارع بقى او عامل راسي كده عشان ابص هنا وما اشوفهاش دبل. وافضل ماشي في الوضع ده كده. ده اسمه فيس تيرن. فيس تيرن يعني وديت وشي كده جبت عينيا في البوزيشن which does not invite the paralyzed muscle to act. لو طبعا الوضع العكسي يحرجني جدا ومضايق. مثلا عندي elevator of the right eye paralyzed، ايا كان مين الاليفيتور. واحده من الاليفيتورز اوف ذا رايت اي. هو انا بعمل elevation للعين اليمين امتى؟ لما نزل دقني لتحت كده. فانا هعمل الوضع العكس ده، هرفع دقني لفوق. الوضع ده does not at all invite the elevator to act. يبقى على طول وانا عامل كده هفضل ماشي تشين elevation وكده مش هشوف دبل فيجن. طبعا لو في مصر بقى ليها تريبل اكشن هوريزونتال وفيرتيكال وروتيشنال يبقى نفس الفكره، هاخد الوضع بتاع اللي ما يخليش البارالايزد ماسل تفكر خالص انها تشتغل. يبقى اذا لو حصل سكوينت في طفل صغير لسه البايلوكولر سيستم بتاعه فيه ماتور، يحصل له السنسوري كومبنساتوري ميكانيزمز اللي هي الامبليوبيا والسبريشن والاي ار سي. انما لو في واحد كبير ما ينفعش يحصل ده، ولازم يحصل له موتور كومبنساتوري ميكانيزمز. بكره في نفس الميعاد نكمل بكره وبعد